من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة. وأكتفي ببعض الإشارات. البعض ينكر وجود المحسن. الطبرسي يطابق المفيد في نفي وجود المحسن. أليف: على نفس منهج ومبنى الشيخ المفيد سار الشيخ الطبرسي في نفي وجود المحسن، حيث قال: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، أمهم فاطمة عليهم السلام. وفي المقابل قد قلل وضعف ووهن القائلين بوجود المحسن وإسقاطه، فقال: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة عليها السلام أسقطت ذكرا. باء: قال الطبرسي في ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام: وهم 27 ولدا ذكرا وأنثى، الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى أم كلثوم، أمهم فاطمة البتول بنت سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جيم: بعد أن ذكر أسماء الإناث والذكور من أعقب ومن درج واختار ذلك وبنى عليه، فإنه في المقابل قد أشار إلى قلة وضعف ووهن القول والقائلين بوجود المحسن وإسقاطه. قال: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا، كان سماه رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام محسنا وهو حمل. دال: بذلك ينكشف مبنى العلماء وسيرتهم في نفي وجود المحسن المستمر لثلاثة قرون هجرية، الرابع والخامس والسادس، التي يمثلها المفيد والطبرسي. هاء: كذلك ينكشف نفس المبنى والسيرة في القرون الهجرية السابقة، الأول والثاني والثالث، التي جاء منها التراث الروائي الذي قرأه وفهمه وبنى عليه المفيد والطبرسي. وللكلام بقية. الصرخي الحسني.